انطلق معرض المدينة المنورة للكتاب في دورته الأولى بمركز الملك سلمان الدولي للمؤتمرات بمشاركة أكثر من 300 دار نشر من 11 دولة. وتأتي قمة المعرض ضمن مبادرة معارض الكتاب، إحدى المبادرات الاستراتيجية لهيئة الأدب والنشر والترجمة، والتي تهدف لتنظيم معارض متنوعة للكتاب في مختلف مناطق المملكة. برنامج المعرض يشمل أكثر من 80 فعالية في 10 أيام تضم ندوات وأمسيات شعرية ورشات عمل بمشاركة مجموعة من المثقفين والأدباء والمفكرين.